حبايبنا لو تعب في يوم لما امي طبخت طنجره محاشي للسهره، ايش قاعد ينظر عليك على الاكل؟ على ناقصه كذا، لازم شوي هيك، ما بعرف شو. هذول الشباب ما طلعوا على الكاميرا، بس اليوم شو قررت انا وانت؟ تخلي ريتشو هو يطبخ لنا وامي، وانا بدي اقيم اكله. لازم هي تقيم اكله. بس حماتك. هو شاطر يقول حماتي بدي اشوف اكلك، انا كمان بدي اشوف اكل السهره شلون. هي كمان بدها تشوف اكل السهره، وهلا هو معه الولدين، معه مريم وكيفن. خلونا نروح لعنده وقول له هذا الخبر هيك، خليه يصدمه انه ريتشو اليوم انت بدك تطبخ لنا، وما برضى بطبخه وحده، لازم طبختين، لانه المحشي عن طبختين. لا 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 صهرتي ما لازم ترحمي، لازم على طول هيك، لازم تعملي الدور اليوم الحماية هيك القوية، شلون المتحكمة المسيطرة. كيف ابنها؟ ما بيصير. ليش بس هو بحالي؟ ماشي ماشي، خلينا نروح نشوف يلا. شو بده يطبخ لنا استاذ ريتشو. يلا. تاخذ بابا عملنا اكل؟ يلا. مين بيعمل لكم اكل؟ مين بيعمل لكم اكل؟ صباح النور. مين بيعمل لكم اكل؟ الحمد لله يا ماما. اهلين اهلين وسهلين. امي انت مدعمة. الصباح الحلو. صباح ما شاء الله، كاميرات ومعدات واضاءة. ايش في؟ بدي اياك يا ماما تعمل لي شيء اكلي. اكلي وحده. مين هاي اكلي؟ هذا اكلي، هاي في احلى من الاكلي؟ تخيل روحي. لا لا حبيبي، الفيديو اليوم، فيديو اليوم ها، اوكي بدي اخذ حقي انا وامي، بدك تطبخ لنا. ايش عامل معكم انا؟ يا عمي المحشي هلكتني، على امي ما بتحط هيك، وليش حاطه هيك امك؟ وهيك ما ناقص وهيك ما بعرف ايش. شو؟ ما حكيت شيء انا. ابدا حرام ما حكى شيء. انت مقيمت اكلي؟ ايه. انا بتقيم اكلي. بدك تقيمي اكلي؟ لك. شو؟ ايه تكرم عينك حماتي. يا خليك. والله تكرم عينك. ايش تسوي الاكل؟ انا فكرة بطبختين. انا مالي علاقة. ايه دادا ايه دادا ايه يا امي انتي روحة. اوه واو واو بابا بابا كارلاجي يا امي كاسة بس عم يضحك معي. بابا بدنا ناكل بدنا ناكل. شو استاذ؟ ايه هذا مثل ابو بس شم ريحة الطبخ بصحصح. بدك اكل؟ شو انت شو بدك؟ بدنا ناكل. ايه عم يحكي ليه 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 نام نام ليه حدا بسمع بالاكل وبينام؟ ايوه اغا اه يا خي يا خي يا خي جينا اطبخ لحماتي. امشي معي امشي معي. ننزل على السوق لتجيب الاغراض. صحيح شلون نسوي اكل؟ طيب بس نفكر بنرجع لكم. يا جماعه من انا يعني لسه ماني مصحصح ماني مركز مزبوط، فاجوا بدهم يعني يقيموا اكلي، تقيم اما اكلي. حماتك. حماتي. فاللي قررنا انه نانسي هي راح تهتم بالزينه، عرفتوا كيف؟ اكيد انها راح تهتم. هي راح تهتم بالزينه، انا طبختين هن اسهل شيء لي وفيه اللحمه. يعني بغض النظر بدها تقيم ما تقيم ما بهمني، بهمني اكل لحمة انا. ما بهمك امي؟ شلون ما بهمني امك؟ امك 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 هي اللي بتهمني يعني انا. شلون يعني ما بتهمني؟ فقبل ما نبلش بالفيديو شو لازم يعملوا اول شيء؟ اذا اول مره بتشوفونا بالقناه ما تنسوا تحطوا لنا لايك، تشتركوا بالقناه، اشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس لتكونوا جزء من عيلتنا. وهلا ليتس جو. لك يا اهلا وسهلا بالحامل والمحمول. هي فتنا بالكرسي. ايش بك؟ اه حماتي ايه العافية ماما. الله يعافيك، عشان يا والله تعشمنا. الله يزيد فضلك. بس لا جبت الاغراض انا. يلا يعطيك العافية امي. الله يعافيك. اشتريت صينية جديدة. مرضي. صينية جديدة يعني اول حدا بده ياكل فيها حماتي. هاي صينية. صينية جديدة لان عندنا وحدة بدي اسوي صينية ثانية عرفتي؟ فاهم؟ وحدة جديدة طلعها. وحدة لالي وحدة لالك. وحدة لي وحدة. لا ناكل انا وانتي بنفس نتقاسم بس يعني عاد لا تواسيني يعني بدك تضلي هون بالمطبخ وانا عم اشتغل؟ لا حبيبي انا بدي اقعد برا. قاعدي برا ايوه. بس يكون بعلمك بدي اشوفك. وين بدك تشوفيني؟ من وين بدك تشوفيني؟ على التليفون. شو هاي؟ شو عم تعمل هاي بالمطبخ؟ تليفون بنتي حبيبي. انا حاليا راح احس بشعور النسوان. راح احس فيكم اليوم انا يعني اذا وحده حماتك وراسها بالمطبخ. شان تحس شو كنت عم فيني برمضان؟ لا لا الرجال الصبصيبه بس الحماية اذا اجت
الرجال لك انت انت اكبر مصيبه فوق راسك. انا بعرف مصيبه لك انه بالمطبخ بصنه كيف بنقفوا راسي يعني. انا والله بعرف قط هدول اكلتين متمكن منهم كثير كثير ان شاء الله. بس لانه انت فوق ما راح يزبط خليها مني خليها مني يطلع. وهلا استاذ ريتشو رح فرجيكم شو جاب. بنجان هيك بده يكون الكباب بنجان هيك بتجيبون هيك مطاولات. اتعلموا لكن تذكر لما كنت اطبخ جبت شو اسمه فليفلي مشان جنبها فليفلي حدي مشان حمادي تفلفل يعني انه تحدهدي يعني تهدولي لانه حماته بتحب الحد. هاي بقدونس بس ليش هيك عاملينها اني ما بعرف. جبت خيار جبت بندوره شوفوا لي لون اللحمه الزهريه طلعوا لونها طلعوا شوفوا صباحها شلون صباحها ولا ننوش. لا والله صباحك ما عم بمزح معي صباحك احلى من صباح ننوش. صباحها احلى من صباح انا بقول ايه 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 انا برايي خلينا نبلش الشغل. بلش الشغل يلا اغسلها وين رايح؟ رايح اغسل رايح اجلي. اي برافو انت ما تعملي شيء حطي امك وحدي مسيطرة. بس ما وقفت لي هون فوق راسك لك طيب وحدي مسيطرة. الكاميرا رابيني على الكاميرا. لا تشوفك عين عين بالجامي الكل بالطعمه هاي مزبوطه هاي تنتهي مو هيك؟ ايه بس كفيل لك كفيل الاخير الكل بالطعمه امي قديش ساعه والله ما رح ناكل اليوم شاطر انك بس تضلوا هيك ما رح نتغدى اليوم. ضليتي عليها تتحركش لي فيها تكريما بكون بيعون المراه بتوقف فوق راسها حماده ما بيكون بيعونها يا حرام حبيبي انت شو لابس؟ ها؟ شو لابس انت مريول يعني؟ ايه لبس مريول. كيف لابس ماما؟ لبسه هيك والله ربطته شو؟ كيف لابسه؟ لبسه ملبوس اشكو على القفا يا امي؟ هذا شو هذا؟ هذا المعلوم؟ طب اذا هي ما بتشوف انت ما بتشوف؟ ايش دخلني هو لبس؟ صوتك انت وين قاعد ارتاحي يلا حاضر وبدي تطعمينا اليوم لا تتلبك ماما على بالك لا 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 ما تتلبك ما تجرحي ايديك يا امي لا لا ما تتلبك اخطري برافو شاطر الله يعطيك العافية الله يعافيك. يعني قد ايه بدنا حتى نتغدى اليوم؟ يعني المفروض ساعتين زمان يكون يعني ساعتين ايه ساعتين؟ ساعتين ساعتين طيب انا رايح اعمل لي قيلولي انام على نامي 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 ماشي يا نامي ضروري تنامي ايه يلا الله نامي يعطيك العافية يلا نامي مشان تلاقي الاكل جاهز بس فيه يا اخي يلا الله يسلمك يا رب يعطيك العافية حبيبي الله يعافيك. لا تروحي سعدي لا لا بنجانات برجع من قشر. بدك شيء يا عمري؟ لا يا حياتي رايح بنام مع الولاد انا كمان. شو بدك؟ وامي سهلة راحتك نايم امسكي سهلة الله يخليك. في نزلة من على السوق؟ بنزلك خير. واخيرا استاذ ريتشو خلص الباذنجان يعني انا بدي ضلغط بانجان 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 ايوه. فيا جماعه هلا لبين ما هلا بدنا نحط نمسك نحط بين الوحده والوحده لحمه بس انا رايد البندوره تصير مع الكباب الهندي بهي الطريقه منشان الكباب الهندي وحده هيك والثانيه هيك ايوه منشان تتقشر معنا بكل سهوله. هدول للكباب الهندي هدول للكباب الهندي نعم. لبين ما يصيروا عمي خليه يتعلموا زحماتهم وقفت فوق راسهم للنسوان. وطي صوتك امي نايمه خليك بس لحد ينزعجها بهي الطريقه. هلا بنشيله بنحطه على الغاز لبين ما يصيروا انا بشتغل شغله ثانيه. تعلم تشتغلي ثلاث اربع شغلات وانت هيك تفري بايديك وترجع تشتغلي ما شاء الله عنك تمجري على بيت بهار ملح شويه فلفل حدي حط اللحمه كلها يا تما بعض لانه تقريبا نفس الشيء هنا ما كثر هي كيلو ونص لحم بلش دعك بلش دعك خلي حماتي تاكل من ايدي لا تعطي لها شيء بالاكل لحماتي كل شيء فكر عم تقول لي الي عم بقول لا لا هدول عم يشوفوني مرات الحماوات مرات بختار لك وحده تساوي هيك بحمد مثل ما انا عم بختار لي بدك تخلص من امي؟ لا اعوذ بالله منين بجيب منين بجيب حمامي مثل حمادي نفس التبلي نفس التبلي راح تكون للكباب الهندي
ولاد ايش اسمه؟ اخ فرع طريق شميه تنسيه صوب الليل نطيب مننا وين؟ دق الله لا يحرمني. ايه ايه غني غني انت عم تشتغل عشان الرواق. شوفوا لي شكل هالصينية. فن ذوق يقبرني ترتيب اخلاق كلهم اجتمعوا سوا الصهر المرضي. هلا عم نبلش بالكباب الهندي. طبعا هون البندوره بعد ما صلى شيء حوالي 10 دقائق. لا خليناها تقريبا شيء ربع ساعه يا جماعه على الغاز لبين ما لحقت تغلي. عرفتوا شلون؟ لسه ما صار الغداء. لسه يلا ها هانت هانت. طب والله نمت وفقت ولسه. شوفي البندوره شلون؟ لك معدل. طيب شلون؟ بتقشر لحالي ها؟ شايفه؟ عدى عليك هيك شيء؟ انت معدل. شوف شلون يا جماعه بتقشر هيك البندوره؟ اسمعوا مني خذوا بكلامي انا بشرح لكم بالتفاصيل مو مثل ننوش بتساوي يلا خلص. انا؟ ايه اساسا انت من كثر ما سخنتي هذا الشيف. اخ سخنتي. وين حطيتها معلح؟ حطيتها معلح يعني حماتي فوق راسي شوي وعم بتلبح. لا يا امي لا الله يسلمك رجعي نامي لك شوي ساعد زلمه بكون كل شيء خالص ساعد. يلا الله يقويك. الله يسلمك يا رب. رجعت لبست لي اياها على المقلوب. ما شلحت انا البسه ما بضيق ما بفضى يعني. يعني ما حلوة قدام ال عادي عادي معلش مع اني متعودين على عفويتي يا مرت عمي انت روحي اقعدي جوا. خلاص ما بدك مساعدة؟ لا لا ابدا. يلا الله يقويك. ايش ضل خلص بدك تعمل؟ قصدي يعني ما لازم ما بدي اتعب. حط لك اياها على الغاز. لا انا بحطهم على الغاز لا تخشى شيء. يلا الله يقويك. هلا ابريت عم يحطهم هيك. حياتي لازم يكونوا نفس الشكل كل وحده شكل. ما بس يا حبيبي صلطي امك عليك رمال الله لك شو هاد؟ شو هاد؟ لك أنا بدي تعزيل من وراك؟ لك بدي تعزيل؟ بدي تعزيل بعد ما تخلص؟ بدي حيطلع أمي وفرجع شو؟ لا يا ننوش لا يا ننوش أنا شوي بقتونس معها عرفتوا شلون؟ مو كتير مو الكباب كتير. الكباب الهندي لازم يكون لازم يكون يعني تشلفط تشلفط لازم هي. الحرارة تطلع من وين؟ من أدنيك تطلع منه النار لك وين؟ كنت شغلتها قبل بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا ما بتخيل عطيني. الموقف لو انه مشغله وريتشو وهيك بدون الغطاء بعد ما قلينا البصل هلا لا بقله ريتشو يكون شيف. اوعي ينكسر الغطاء هي ها اوعى اوعى دير بالك الصوت الصحتيكا انكسر. اه الله حياتي انا حاسه ناقصه شيء. ايه 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 دبس البندوره دبس البندورة بيعطيها لون أحمر حضرتيه هون مشان شو هذا دبس البندورة؟ بيعطيها لون أحمر ونكهة طيبة كمان برافو حبيبي برافو. هلا بنتركه ليغلو شوي لازم نحط هاي ليك وش عملت فيه؟ لك أنا هون وهون لك ما عم بعرفوت من هون لهون خليت يرجع يعيدهم لأنه ما عجبتني الكبكبة تبعت ترجع زبطهم خليهم هيك يكونوا مثل الصف العسكري لك ما أحلاهم بربك هدول مو قصد من ريتشو والله بدي تعزيل لك لازم اعمل تعزيل تعزيل بالمطبخ عمل. شوفوا الكباب بين جاي هون بيطلع بده راسكم شوفوا ايش عم يسوي خذوا هيك على جنب وحط الهي ايه كان احترق بس هيك تعال يا عم قلتي يا جماعه هي مشكلتي مع اللحمه بتصغر بس حتى بس تشم ريحه النار بتصغر زغري طلعي هات عمي زغري كانت عيله كبيره زغري بس تشم ريحه النار بتصغر هلا حيصفن هون ريتشو صفن مزبوط ريتشو ريتشو بينزلوا مصفصفين لانه ايه رح نرجع نحطهم شوي بالفرن وبعدين لبين بدها تعقد لسه اكثر نحن ايه؟ حطينا دبس البندوره منشان تعقد صح عرفتوا كيف مثل ما عملوا لي عقده هي وامها بسيطه ننوش ما شاء الله ما شاء الله شوفوا لي هالسلطه يا جماعه فتوش يا عمي فتوش 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 والله اللي بياكل من ايدين ننوش فتوش بينسى عمره عن جد الفتوش اللي بتعمله دائما بيكون مميز فتوش التبولة جميع انواع السلطات حتى في سلطة هاي بتجبني حط شلون هاي بتعمليها هاي ما خليناكم تشوفوها عملتها برمضان عملناها برمضان ايه اه فكرت ما ورجيناهم اياها لا عملتها كذا نوع برمضان هلا يا اول شغله سلم دياتك حياتي الله يسلمك قبل تزيين انا ما عندي فن بالتزيين بعرف اكل انا ما بدها كثير هون بس انه انا رح احط لها صنوبر حط ما بيشبهه شيء رشي 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 رشي
اللي بدك تاكلي؟ بابا طبخ، بابا طبخ لنا اليوم. ايه تفضلي حمادي تفضلي. وين ابوكي؟ عمي يلا هلا بيجي. يلا بدك يا امي؟ من الاثنين بدي اكل. طعميكي من الكباب، بس كباب بانجان. شوي من هون شوي من هون، مشان تدوق هاي ودوق هاي. شو هاد كله؟ شوفوا لي هالكباب بانجان. يا لطيف يا لطيف، شيء مكون. يعطيك الف عافية يا عمي. انا كنت اكله معك. بدنا ناكل. لا بابا من بعدك. روح اقعد جنب بلا شوف، روح روح مو انت طبخت، روح اقعد جنب حماتك. يلا يا عمري. انا هون جنبك. لا يا عمري اقعد جنب حماتك. جنب حماتك. يلا 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 روح، لازم تطعميها بايديك كمان. لا أنا أول شيء بدي جرب. طلي حمادي أنا بدي أطعمك. لا والله بإيدي، لا والله بإيدي بدك تاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة روحي. يا الله تفضل عمي تفضل. يا الله يا الله تفضل حبيبي تفضل. دور طبخ نسيبك. بارك الله فيك. بارك الله فيك وبارك. شو ما عجبك صراحة؟ إيه مية مية بالمية. أعطتني حماتي. إيه والله. دو عمي الله. طيب يسلم إيديك. الله يسلمك يا رب. روقنا الثانية. أدوق. يلا بس هاي بدك، هاي إجباري بدها تكون حدي. معلش أنا بحب الحدي. إجباري بدها تكون حدي. تفضلي حماتي. لك يسلمون. تي بطاطا لميرو حبيبي. إيه ولميرو أنا ما أبقى. ما بدي أكل اليوم أنا. والله ما عجبها. بدها لحمة. شلون؟ خرج افتح مطعم. خلص. اي والله. وين بتحبوا نحدد الموقع؟ دبي ولا بالشارقه بتكون؟ وين؟ صراحه اكلوا هالشكل نفسه على الطبخ مثل حماتهم. اي صح صح صح. عادي يا عمري ما بدك تطعميهم؟ طعميهم بس طعمي امي طعمي امي. ايه خليني اسكب لها لننوش كمان. تعي ننوشي. تفضلي حياتي تفضلي. طيب ماشي. كان بدي كباب هندي. انا بتعرفني اطبخ كثير. قدامك كباب الهندي. قدامك. قررت افتح مطعم. والله ما زال طيب حمادي. اعطوني خبز. خيار. قتلني الجوع. طيب انت. سلمه. بابا ما اخذنا رايك بطبخ سهرات. ابوكي راح، سهر راح ما عاد. طيب طيب. جوعان رياك. ما الواحد يستدعي يعني. اعرفني راحت الصينيه ما استدعي. اعطيني كاسة اللبن حبيبي. ماشي. هي ما بصير تاخذيها مثلا الا تعذبيني. تعوا حبيباتي تعوا تعوا كلوا وادعوا على اللي ظلمكم. كلوا صحتين. وانا يا والله صحة. هلا بدي انت تعطوني رايكم باكل بيتشو. كيف بدي اكل؟ هن بس شموا ولادو نحن اللي عم ناكل. مضبوط ولا يا عم ياكلوا؟ قصدك انا عم اكل. شو عم ياكلوا؟ عم ياكلوا على الهوا. ورجيني الكباب الهندي. تعوا طعمي الكباب الهندي بس ما بياكل حد ما يقربها. يا لطيف ان شاء الله الف صحه وهنا. هاي اكل فلفله خضراء صحه. الواحد لما ياكل تعب ولا ياكل ايده ولا شفته. طيب مظبوط. بس على فكره هاي ما بحسن بياكل كميه. ايه اللي بيطبخ ما بيحسن ياكل كثير. يعني بالاسبوع تعمل لنا طبخه طبختين انت؟ بدك طبخه طبختين بالاسبوع؟ ايه والباقي الاسبوع علينا نحن. شو عياد؟ طالما هيك اكلاتك طيبه نفسك على الاكل طيب. بدك طبخه طبختين بالاسبوع. يعطيك الف عافيه. تعبت؟ ايه لا تطعمي. طعمي ماما حياتك طيب. تعبت طول النهار واقفه على الجهه. شو ليك ما حيطلع طبقة لحمه؟ حاط لك لحمه. حاط لك لحمه. اها بس ما لحمه حطيتك اياها. ما حطي قطعتين قطعه باذنجان، تنتين لحمه وحده. ماما انت ما بتعرفي تطعمي يا امي، طولي بالك، تعالي تقبرني، تساعدي لك ابو ابراهيم شوي تغلى. انا بعرف شو بيحب ابني. ايوه. ما بكتر لك الخبزه يا ماما. ايوه ايوه ايوه. شلون؟ يلا صحة. صحتين. شلون؟ ما حدا فطر يطعميني، ولا حدا قال لي خذي. لا تقبريني، طعميك انا كمان. الحمد لله، والله طيب. مو الحمد لله انه شبعت، الحمد لله انه طلعت ناجحه معي. فهمتوني غلط. الحمد لله شبعت من اللقمتين. مستحيل اعمل هاي الحركه انا. مستحيل. كل الدنيا بتصير مع الا انا. بتصد نفسه الواحد اذا طبخ. والله فتحت نفسي. بس اني بحكوا هيك انه ما احسن انه ناخذ ابوه بالليل بياخذوا النسوان كله. بقولوا والله ما اللي بطبخ طبخت ما احسنت اكل. ما هي بتقوم بالليل بتجدي جلي. بتجدي الصويني كلها. النسوان. صحيح انتوا نسوان اخترتوا رفقاتي معي. والله مو مزاج مو مزبوط. قصدك انت اللي بتقوم تجلي بالليل مو نحن.
ما بعرف الساعة 3:30 4 مين بيفوت على البراد. بتبس عليه كبسة بلاقيه بالنص دعرة. ما بحسن أوقف أكل بالليل. قول يا أمي قول. والله عم بتعب عم بتعب. وبعدين كل قهرة عم تقهرني، كل حرة بتحرني إياها. ما بسمح لك. كل حرة عم تحرني إياها، هلا باكل كل شيء. قول. تقهرني بتزعجني زعجة وحدة. يا أمي تاكل صحيح. لحظة. بتزعجني زعجة وحدة بروح الأكل كله على الفاضي. لا ايه بس بتقولي بتجيب البرنامج بتجيب لي هذا البطل منه. حبيبي نحن النسوان نحن اذا بتزعجونا يعني بنضعف، مو نحن اذا زعجناكم. ايوه يعني اذا صباح بتعطي علينا لا ما حسبت. بدأت الفتوش يا عيني. اه الفتوش اشبه ايه انا طلبته من ايدك. ما وين ما علي يا بنتي نسيت. لا صحون جايبه لا مشتي بنتك بنتي بنتك 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 بنت 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 جيبي هذا بعد بنت معاني ما يجيب الفتوش اصحون ما في لك احمدوا ربكم انا متحمل انا شوفي اسموح يعني انا متحمل كثير مرتع بس هيك عم يحكي مع ما بقدر ما بشرب طب يا ماما المره والزلمه المره والزلمه بيتعاون طبيعي بتعاون ومعاه طبخ للولد عم الطعميك نسياني معالي نسياني الدنيا كلها يعني هذا الشيء بيرضيكي انتي؟ لا ضرب عمي شو ضرب عمي شو ضربي يا حمادي مين بحياته ما رفع ايده عليك ضرب عمي يا عمري صح يا امي حبيبي انا وحيدتن وحيدي اسمعي الله يخلي كل وحيد يخلي بنات العالم اه شو انت شو الله يسلمك يا رب شوفوا لي هالمنظر اللي بشهي عن جد دوقوا اعطيه بنص بنكي ولد بابا عن جد بدون ما ادوق انا بعرف متاكد الله يعطيك العافيه الله يعافيك يا عمي بس صدقا الفتوش هيك له نكهه ثانيه بحسه برمضان ما بعرف ليش طيب ليش برمضان بكون اطيب؟ هلا انا السوس السوس ذكرته عرق سوس ما بخطر لي غير برمضان هلا ما بيجي بخطر ببالي ابدا برمضان بتحسوا ادمان بدي احط المدفع جنبي البريد كله يكون سوس كنت جيب وقته طيب ايه والله كنت جيب وقته طيب ولو هون حبايبي بيكون انتهى هذا الفيديو اخذت بشهاده من حماتي انا انه فيني انا افتح مطعم وفيني ارتب اموري عرفتوا كيف؟ ما أه لا يا عمري بس بدي اعطيك فكره حالك بس انت بتعرفي تطبخي لا ما بيطلع لك لك يلا على طول علي انا 100% لا ماما لا 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 اعطونا لايك لهالفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا جزء من عيلتنا وانتظروا فيديوهات مجنونة أكثر أوكي حياتي أوكي باي باي شو ما في شيء والله ما في شيء قفشتك ضروري التسكيلة تبعيتي حماتي